يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وتأتيني رسالة فيها أن فلان ابن فلان قد مات، سيصلى عليه في المكان الفلاني ويقبر في المكان الفلاني. سؤاله: هل لي أن أخبر جماعة المسجد عن هذا الأمر أم يكون هذا من النعي المحرم؟ لا لا، ما هو من النعي المحرم، هذا مستحب لأن فيه منفعة الميت. فتقول لهم إن فلان توفي، ادعوا له بالمغفرة والرحمة ويصلى عليه في مكان كذا وكذا لأجل يحضرون الصلاة يشيعون الميت. نعم، هذا في مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات وخرج بأصحابه وصلى عليه صلاة الغائب. نعى يعني أخبر، ما هو بالنعي اللي هو نعي الجاهلية، لا، نعى يعني أخبر، أخبر بموته وخرج بأصحابه وصلى عليه صلاة الغائب.